نتكلم بقى عن مباراة امبارح. وزي ما قلت احنا هنا عادي بنطلع ننتقد لان احنا بنحب الزمالك، بنطلع ننتقد عشان عايزين نشوف الاخطاء دي ما تتكررش مرة تانية، وعشان عايزين مصلحة النادي اولا واخيرا. امبارح اتعادلنا مع ساجرادا الانجولي على ملعبهم كان ملعب جيد جدا امام حوالي 2000 مشجع من مشجعين ساجرادا، من جماهير المسالمة جدا برضو، ما كانش في اي حاجة صعبة. ساجرادا فريق في المتناول، فريق الحقيقة يعني ما عندوش الخبرة الأفريقية الكافية ان هو يواجه فريق بحجم الزمالك. ما كانش في اي حاجة امبارح تمنع من ان احنا نكسب فريق زي ساجرادا بأول مشاركة ليه طبعا في بطولة زي ديت. ما كانش في اي حاجة تمنعك ان انت ترجع بالمكسب امبارح، ما كانش في اي حاجة تمنعك انك ترجع ب3 نقط كانوا هيكونوا مهمين جدا في مشوارنا. حقيقة انه خلينا نتكلم شوية عن التشكيل. احنا بدأنا المباراة امبارح بتشكيل عليه علامات استفهام كتير، نفس الكلام اللي حصل في المباراة اللي فاتت مع سموحة في الدوري، نفس الكلام عن علامات الاستفهام حوالين التشكيل. خلينا نقول لكم على التشكيل بتاع امبارح. في حراسة المرمى طبعا كان موجود محمد ابو جبل اللي اكيد هنتكلم عليه وهنديله حقه، بس خلونا نكمل التشكيل مع بعض. قدامه كان حمزه المسلوسي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، واحمد فتوح. في النص كان امام عاشور ويوسف اوباما. الهجوم شيكابالا، رزاق سيسي، وسيف الجزيري. تشكيل عليه علامات استفهام كتير، تشكيل ممكن نختلف او نتفق عليه، لكن حطه على جنب بقى موضوع الاختلاف او الاتفاق. هو ايه اللي يمنع في التشكيل ده من ان احنا نحقق المكسب؟ التشكيل ده ايا كان التشكيل من وجهه نظرنا شايفين ان هو تشكيل مناسب او غير مناسب، ايه اللي كان يمنع ان اللعيبه ديت ترجع بالفوز امبارح وبال3 نقط؟ خلونا هنتكلم اكيد اكتر عن التشكيل، بس اللي انا بتكلم فيه ان احنا بنلاعب فرقه مسالمه جدا كرويا، فرقه متواضعه جدا كرويا، يعني كامل احترامنا للفرقه، لكن مش دي الفرقه اللي احنا نرجع منها او من امامها بالتعادل السلبي. عندنا شويه ملاحظات كتير على التشكيل وعلى طريقه اللعب، اكيد هنتكلم ده بشكل تفصيلي اكتر. طبعا مع الوضع في الاعتبار ان فرص الزمالك في التاهل كبيره وكبيره جدا كمان، مش عايزين نهدم المعبد، مش عايزين نهاجم ولا اللعيبه ولا، لان لسه فاضل طريق، لسه قدامنا طويل، وان شاء الله الزمالك قادر ان هو ينتفض من التعثر اللي هو فيه. خلونا نقول حاجه، نقول ان الزمالك امبارح اتعادل طبعا، بقى عنده نقطتين بعد التعادل بتاع امبارح ده، بقى عندنا نقطتين وبقينا في المركز الثالث ورا الوداد المغربي اللي في المركز الثاني طبعا برصيد 3 نقط، بعد ما خسروا امبارح من افضل فريق في المجموعه وربما في البطوله كلها لحد دلوقتي، بيترو اتلتيكو الانجولي طبعا اللي خسروا منهم بنتيجه 2-1، واللي بيحتل دلوقتي بيترو اتلتيكو بيحتل المركز الاول برصيد 4 نقط بعد تعادل طبعا مع الزمالك زي ما احنا عارفين بنتيجه 2-2، وفوز امبارح زي ما قلنا على الوداد بنتيجه 2-1. طيب خلونا نتكلم كده بالورقه والقلم، نتكلم عن التاهل. تاهل كاول المجموعه محتاج على الاقل، على الاقل انك ترجع بنتيجه ايجابيه من المغرب، بعدها تكسب ال3 ماتشات اللي جايين طبعا امام الوداد وساجرادا في القاهره وبيترو اتلتيكو في انجولا. لو هنتكلم عن التاهل كتاني المجموعه هيبقى نفس الكلام، بس الاختلاف هيكون فكره انك ما تخسرش في انجولا في الجوله الاخيره. طيب احنا كده ده كلامنا عن فكره التاهل وفكره عايزين ايه من المجموعه. تعالوا بقى نتكلم في حته تانية، نتكلم في المستوى. هل المستوى اللي شفناه امبارح واللي ظهر عليه لعيبه الزمالك، هل هو ده المستوى المطلوب؟ بلاش يعني بلاش نتكلم عن يعني عن الفتره اللي فاتت، بلاش نقول ماتش باترو لانه وقتها على الاقل كنا جيدين في شوط واحد على الاقل من الشوطين، لكن هل بتكلم على المستوى بتاع امبارح؟ هل مستوى امبارح شايفين ان المستوى ده يأهلنا اننا نتأهل كأول مجموعه بعد كده ننافس على اللقب اللي من الطبيعي جدا جدا اننا داخلين البطوله عشانه؟ احنا داخلين عشان ننافس على اللقب على فكره. عايزه بس اقول لكم على حاجه، احنا مش داخلين عشان التمثيل المشرف ولا عشان حاجه ثانيه، احنا داخلين البطوله دي احنا بننافس على اللقب. دي مش بطولة كاس الرابطة اللي كنا بنقول عليها اصلها بطولة ودية، ده حلم، ده حلم وبقالنا كتير بنحلم بيه وبقالنا كتير مستنيين ان احنا نفوز بالحلم ده، حلم لكل الجماهير الزملكاوية وحلم اللعيبة كمان. فده اللي انا بتكلم فيه، بطولة مهمة جدا، احنا داخلين بنلعب على اللقب مش لأي حاجة تانية. فالمستوى اللي احنا شايفينه ده مش مستوى
ناس نهائي داخله انها تكسب بطوله. فكره حب وتشجيع الزمالك مهما حصل، مهما خسرنا، مهما تعثرنا، هنفضل نحب وهنفضل نشجع الزمالك للزمالك، مش عشان لعيبه ولا عشان مدربين ولا عشان مكسب ولا عشان اي حاجه، احنا بنحب الزمالك للزمالك فقط. نتكلم تاني عن تفاصيل مباراة امبارح، وحابة في البداية كده أسأل شوية أسئلة كده لمستر باتريس كارتيرون وللجهاز الفني. هل تابعتم مباراة الوداد مع ساجرادا الأولانية واللي انتهت بفوز الوداد نتيجة 3-0؟ شفتوا المباراة دي؟ ذاكرتوها كويس؟ دي علامة أول علامة استفهام. تاني علامة استفهام، هل لاحظتم تواضع مستوى قلبين دفاع الفريق الأنجولي؟ دي تاني علامة استفهام. طب هل لاحظتم البطء الشديد في الظهيرين ولاعب الوسط المدافع؟ دي ثالث علامة استفهام. أسئلة كتير جدا لمستر باتريس كارتيرون، وفي سؤال كمان، هو ليه تاني وثالث وعاشر بندخل في أجواء المباراة بعد نهاية الشوط الأول، وليه ضيعنا شوط كامل وإحنا واخدين حضرنا بشكل كبير جدا من فرقة يعني أنا من وجهة نظري كانت خايفة أصلا مننا امبارح، وكانت خايفة جدا من الزمالك. ليه ما بدأناش بلاعب زي أشرف بن شرقي من البداية؟ ده برضو علامة استفهام. ليه بعد ما تحسن الوضع في الشوط الثاني وظهرنا بشكل أحسن من الشوط الأول وأفضل من الشوط الأول وكنا قريبين جدا مننا نسجل، إيه الداعي إنك تخرج شيكابالا؟ ليه خرجت شيكابالا من الملعب؟ ما لقيتش غير شيكابالا اللي تخرجوا من الملعب؟ يعني شيكابالا وأبو جبل اتنين من أفضل الناس اللي كانوا موجودين امبارح واللي كانوا فعلا شايلين الزمالك امبارح على أكتافهم. يعني ده حتى معلق المباراة علق على التغيير دوت، علق على تغيير شيكابالا. يعني دي برضو حاجة غريبة جدا شفناها امبارح. يعني خلونا نقول ان احنا صادفنا امبارح سوء حظ كالعادة، ومش عارفة ايه حكاية سوء الحظ معانا اللي في مباراة ورا التانية ورا التالتة، بس ما ينفعش نرمي كل حاجة على سوء الحظ، ما ينفعش نرمي كل حاجة على الحظ. لا، احنا ادائنا كان سيء، التشكيل كان سيء امبارح، فترات كتير في الشوط التاني كنا قريبين من التسجيل وراحت اكتر من فرصة طبعا لأشرف بن شرقي اللي شفناها وامام عاشور ومحمد عبد الغني واوباما وشيكا نفسه، كذا ضيعنا كذا فرصة غير الكرة اللي جت في العارضة واللي جت في القائم طبعا بتاعت عمر السعيد اللي جت في الثواني الأخيرة جت في القائم. أنا عارفة إن احنا في سوء توفيق وسوء حظ، بس مش كل حاجة على سوء الحظ، مش كل حاجة على سوء التوفيق، ومش كل حاجة على الحظ. احنا في الفترة ديت احنا قدمنا ثلاث مباريات لا يليقوا بالزمالك إطلاقا. فريقنا بيواجه أسوأ سوء حظ في العالم، متفقة معاكم في ده جدا، احنا بقالنا فترة فعلا بنواجه سوء حظ. طبعا لو في كورتين بس، يعني خلينا نقول انا لو في كورتين بس من اللي جم في القائم والعارضه في الماتشين الاخرانيين يعني كانوا كافيين ان احنا نكون اول المجموعه. لكن خلونا نقول ان كل ده ما كانش يمنع ان احنا كنا نقدر نخلص الماتش حتى لو في سوء توفيق كان واجهنا امبارح، لو كنا شويه ركزنا ولعبنا بروح ولعبنا برجوله ودوسنا على نفسنا شويه اكيد كنا هنخلص الماتش واكيد كنا هناخد الثلاث نقط. كل ده يعني حاجة، وطبعا خلونا نتكلم على حاجة تانية. كل ده يعني ظهر امبارح، او خلونا نقول انه ظهر امبارح بدور بطولي جدا حارسنا الدولي محمد ابو جبل اللي انقذنا الحقيقة في اخر 10 دقائق من خسارة كانت مؤكدة، خسارة كان ممكن تكون كارثية طبعا لو حصلت ولو ما كانش قدر ان هو ينقذنا من الموقف المعقد اللي كنا فيه امبارح. ابو جبل امبارح انقذ 3 اهداف تقريبا في الفترة طبعا من الدقيقة 75 لحد الدقيقة 80، كان منهم كورة انفراد صريح. تخيلوا يا جماعة 5 دقائق بس 3 كور كانوا هيدخلوا في المرمى بتاعنا انقذنا منهم محمد ابو جبل. يعني محمد ابو جبل طبعا شهادة كبيرة جدا لمحمد ابو جبل اللي انقذنا امبارح وانقذنا من طبعا خسارة كانت مؤكدة امبارح لو ما كانش انقذ الـ3 كور دي. في النهاية عشان اكون منصفة نتكلم عن مباراة امبارح ونقول انه تعادل غير مرضي لجماهير الزمالك بالمرة، يعني تعادل بطعم الخسارة. يعني امبارح صادفنا الحقيقة للتوفيق كالعادة اهدار فرص وكنا افضل الحقيقة فترات كتير، لكن مش ده الزمالك اجمالا، مش ده الزمالك اللي يخرج بتعادل امام فرقه زي فرقه ساجرادا. كان ممكن كمان نخسر امبارح من فرقه كان اقصى طموحها انها اصلا تلعب معاك ماتش رسمي امبارح. مجلس اداره النادي وسياده المستشار مرتضى منصور في الفتره اللي فاتت موفر لنا كل حاجه، موفر كل حاجه للجهاز الفني، موفر كل حاجه للعيبه، بيسابق الزمن عشان يجدد للاعبين اللي هتنتهي عقودهم طبعا الفتره الجايه. فيكون ايه الرد المنطقي؟ ان الرد ان انا اقدم كل حاجه عندي، اقدم كل حاجه في الملعب، اموت نفسي في الملعب. من الطبيعي ان انت بتلعب باسم كبير وكيان عظيم زي الزمالك انت مش محتاج
ان انت يعني تقعد كل الفتره ديت تعمل يعني ماتش زي ده بالشكل ده بالاداء دوت. حقيقه اداء شفناه امبارح يعني مع كامل احترامنا للفريق ومع كامل احترامنا للعيبه، انا ما شفتش اي روح امبارح، ما شفتش اي رجوله في الملعب امبارح، ما شفتش لعيبه نازله عايزه تكسب. انت امبارح المفروض كنت ترجع بالثلاث نقاط، مش بال 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 مش بال مش بال بال مش بال مش يعني مش بالوضع ده، مش بالخساره ديت، لانه زي ما قلنا ده تعادل بطعم الخساره، مش هتاخد غير النقطه دي اللي اخدتها من المجموعه. هيكون اكيد لينا كلام اكتر عن المباراه وعن الفتره اللي جايه في الفقره الحواريه مع المحلل طبعا الرياضي عطيه عبد الخالق. اتمنى ان احنا نعدي المطب السخيف ده، ومن دلوقتي محتاجين ان احنا نعرف ونركز جدا في ماتش الوداد، ماتش مصيري جدا في كل حاجه. خلوا بالكم كمان من كلام سياده المستشار مرتضى منصور امبارح على صفحته الشخصيه، كلام كان واضح جدا، طالب جماهير الزمالك بالتزام الهدوء لحد طبعا مباراه الوداد، كمان طالب جمهور الزمالك انه يكون ورا فريقه ويدعم فريقه، وده اللي احنا بنعمله، وده اللي طلعت قلته في اول الحلقه، ان احنا هنفضل مكملين في دعم الفريق، هنفضل مكملين في دعم اللعيبه لحد اخر المشوار. كمان عايزه اقول لكم ان امبارح بعثه الفريق قررت انها ترجع للقاهره لتعذر السفر الى المغرب مباشره طبعا بسبب تواجد انجولا ضمن القائمه الحمراء الخاصه بوضع فيروس كورونا، وبالتالي الفرقه هترجع او البعثه هترجع للقاهره مره ثانيه، ومن المفروض ان مستر كارتيرون طبعا هيديهم راحه كافيه قبل الاستعداد لموقعه الوداد المغربي.